وأما بالحديث مشاهدينا عن أول من ركب البحر غازيا في الإسلام، فإنه وكما ذكر المقريزي هو الصحابي العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وهو من الصحابة الكرام الذين اختارهم الحبيب المصطفى لحمل رسائله إلى الأمراء والملوك، فقد بعثه عليه أفضل الصلاة والسلام ليحمل رسالته لحاكم البحرين المنذر بن ساوى، فأسلم على يديه. وبعد وفاة المنذر بن ساوى ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على ولاية البحرين، وأقره عليها كذلك أول وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهما. وذكر المؤرخون أن العلاء بن الحضرمي وفي عهد الفاروق رضي الله عنه جمع جنده من البحرين وعبر بهم البحر قاصدا شواطئ بلاد فارس، فكان بذلك أول قائد ركب البحر في تاريخ الإسلام.